توقعت المستوى الرائع جدا لمحمد ابو جبل في كاس الامم الافريقيه؟ محمد ابو جبل، انا حتى انت ما كنت معاك قبل كده وسالتني، انا قلت لك ان هو عنده شخصيه وعنده ثقه. فطبعا زي ما قلت لحضرتك، القفز اول ماتش لما نزل والكره اللي صدها، لو انت فاكر ماتش كور ديفوار، الكره اللي صدها من المقص اداته ثقه في نفسه، بدا ياخد جو الماتشات والكلام ده. وطبعا انا فخور بيه جدا وادى كويس، وعنده ثقه وعنده الشخصيه القويه، ما بيتهزش، فده طبعا شيء طبعا ايجابي. وزي ما بقول لك، زي هو وشناوي تو بعد، عنده 33 سنه، شناوي 33 34، يعني لو هم في سن 23 والكلام ده كان عندهم يبقى فرصه احتراف اكبر كبيره في انديه كويسه. بس للاسف عندنا الحراس في المرمى بيقعدوا يلعبوا 7 8 سنين لحد ما يعدوا 29 30 سنه، يبداوا يتالقوا، بياخدوا من خبرات الماتشات اللي لعبوها، فبيبداوا يبقوا كويسين. ده بدليل الحضري مثلا، احنا 2006 و8 و10 كان فوق 30 سنه. صح. قبل كده كان بيعمل اخطاء وما كانش في حاجه. فانا بقول لك، بالنسبه لو جبل، عشان ما نخش في موضوع تاني، انا فخور بيه جدا وربنا يكرمه. وعلى الاقل دلوقتي عندنا حارسين ممكن نعتمد عليهم في اي ظروف، انك من هنا المارس ما تعرفش الظروف، لا قدر الله اي حاجه تحصل، على الاقل بدل ما يكون عندنا واحد دلوقتي عندنا اثنين نعتمد عليهم في اي وقت. وبرضه فشيء بصراحة كويس جدا يعني. بصراحة عشان يعني ايه ما بحبش اجهله، واحنا بدون قصد كلنا اجهلنا ما فعله في هذه البطولة. محمد الشناوي تألق في الدور الأول بشكل رائع جدا، وكان أفضل حارس في البطولة في الدور الأول، فأيضا محمد الشناوي يستحق الإشادة يا فندم. طبعا اقول لحضرتك كريم، اتفضل. لو شناوي ما كانش موفق في الماتشات دي ما كناش وصلنا لادوار النهائي. شناوي لو انت ماتش نيجيريا مثلا، احنا خسرنا واحد بس، كان في كنا ممكن نخسر 3-4، شناوي مسك 3-4 انقاذات. ماتش السودان برضه شال كوره كويسه جدا، كانت تبقى 1-1. ماتش غينيا شال كوره كويسه جدا، يعني ممكن لو مش شناوي موجود ما كناش وصلنا للمجموعات، ولو ابو جبل ما كانش موجود وتألق ما كناش وصلنا صح للمباراه النهائيه. صح فاجمالي الاثنين 10 على 10 الاثنين. انا يعني الاثنين، ما انا بقول لك، من هنا ان شاء الله المارس لحد 24 مارس احنا ما عندناش مشكله، لا قدر الله اي حاجه تحصل عندنا اثنين موجودين. لو لا قدر واحد منهم اتصاب، ما تعرفش الظروف ايه، يبقى في ثاني. احنا لو في واحد بس كنا نحط ايدينا على قلبنا، بس الحمد لله دلوقتي حاجه كويسه ان عندنا اثنين بينافسوا بعض، ودي اول مره تحصل في من مسافه طويله. من ايام الحضري ما كانش في حد، بينافس الحضري. النهارده عندنا اثنين، تحط اي واحد فيهم انت دلوقتي محتار هتحط مين فيهم، فده طبعا شيء كويس طبعا للمنتخب.